بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي نتكلم فيه عن حكم تداول الفوركس، هل هو حلال أم حرام شرعا؟ هناك بحث عن هذه الإجابة كثير جدا. المشكلة التي تواجه الباحثين عن هذه الإجابة أن هناك تناقض في الإجابات، حيث أن كثيرون يحرمون الفوركس وكثيرون يحللون الفوركس. لكن علينا، إذا أردنا الموضوع من ناحية شرعية، هناك فتوى صادرة من مجلس الإفتاء الأعلى في القدس الشريف، هذه هي الفتوى، تقول أن التداول بنظام الرافع المالية حلال شرعا. هذه فتوى رسمية من مجلس الإفتاء الأعلى في القدس الشريف، وموجودة منشورة على الإنترنت، يعني ممكن تكتب على الإنترنت مجلس الإفتاء الأعلى القدس الشريف حكم تداول العملات، حكم تداول عبر الإنترنت برافع مالية، تطلع لك صور. هاي الصور هون، وأنا بحط لكم هذا الرابط إن شاء الله، موجود فيه الصور، تقدر تنزل الصور وتقرأ الفتوى بنفسك. الآن بنيجي على الموضوع من وجهة نظر شرعية. الآن بالتجارة بشكل عام، ما لم يكن هناك ربا فالمتاجرة حلال، ما لم يكن هناك قروض ربوية فالمتاجرة حلال، ما لم يكن هناك ضرر أو ضرار فالمتاجرة حلال. وإذا توفر التقابض والنية الحسنة وغاب الربا وغاب الضرر فهذا التداول حلال شرعا. الآن التداول، هذا التداول، حتى نبين نقاط هامة، يتم بنظام الرافع المالية. المشكلة هنا في تحليل وتحريم الرافع المالية، البعض يقول إنها حرام، البعض يقول إنها حلال. الآن تحريم الرافع المالية لا يجوز لمن لا يفهم معنى الرافع المالية، يعني هناك فتاوي كثيرة تتكلم عن الرافع المالية وهي لا تعرف ما هي الرافع المالية. الرافع المالية في الأساس هي عبارة عن تسهيل تجاري مجاني تمنحه شركات التداول للمتداولين لكي يتداولوا بما قيمته مئات أضعاف رأس مالهم الأساسي. يعني الآن هذه الرافع المالية، إذا أنت بدأت برأس مال $1000 أمريكي وحصلت على رافع مالية مقدارها 1 إلى 100، هذا يعني أنك تستطيع أن تتداول الآن بما قيمته $100,000 أمريكي وليس الألف الأساسية، وتربح أرباح $100,000 أمريكي. لكن هذه ليست قرض. لماذا ليست قرض؟ لأن القرض يجب أن تعيده كأموال، ويجب أن أحيانا يعني تدفع عليه فوائد، وله شروط. الرافع المالية أن تمنح مجانا من كل شركات التداول الموثوقة بدون أي اشتراطات أو رسوم. الآن حتى نعرف هذه النقطة، علينا أن نوضح معنى الرافع المالية في التداول. الرافع المالية في التداول، مثلا أنا فتحت حساب من خلال وسيط $1000 أمريكي وحصلت على رافع مالية مقدارها 1 إلى 100، دخلت الآن إلى أسواق العملات، أزواج العملات، اخترت أني أشتري. الآن بقدر أشتري ليس بالألف إنما ب100,000، أربح أرباح ال100,000. وهذا ما يفسر أنه ممكن أنا برأس مال صغير أبدأ هذا التداول. يعني قبل نظام الرافع المالية، هذه الأسواق، العملات، الذهب، النفط، الأسهم، كانت محصورة فقط على أصحاب الملايين والأغنياء. الرافع المالية أتت وفتحت باب الاسترزاق لملايين من الناس برأس مال بسيط. الآن كيف إن هذه الرافع المالية ليست قرض؟ الآن لما تأخذ أنت رافع مالية، مثلا رأس مالك الأساسي 1000، وتأخذ رافع مالية 1 إلى 100، يصبح لديك ما قيمة 100,000. الآن تتداول بما قيمة 100,000 وتربح أرباح 100,000. لكن لاحظ أنه في حالة الخسارة لا تخسر إلا 1000 الأساسية بدون رافع مالية. أما في حالة الربح فأنت تتداول بما قيمة 100,000. الشركة التي تعطيك الرافع المالية لا تأخذ رسوم، إنما مجانا، لأنها لا تدفع شيء أساسا. كيف لا تدفع شيء؟ أنا بقول لك كيف لا تدفع شيء. تحط 1000، تأخذ ما قيمته 100,000. الآن أنت بتتداول ومجانا وما تدفع أي شيء. لكن في حالة الخسارة، الشركة ما بتخسر معك، بتخسر بس رأس مالك الأساسي. لاحظ الآن، هل البعض بعلق أيضا في هذا التداول، هل هذا التداول حقيقي؟ البعض يقول لك لا، هذه مراهنات. لا، ليست مراهنات، هذه مراهنات أتى بها البعض وسماها البعض مراهنات، وهي
يعني من باب عدم العلم بالشيء سموها مراهنات. كيف؟ لأن أنت لما تفوت على الأسواق وتشوف سعر الذهب مثلاً أونص الذهب كذا، بتتداول بناء على الأسعار العالمية، لأن هذه الأسعار على منصات الشركات الموثوقة بتكون تنعكس مباشرة من الأسواق العالمية. يعني الأسواق العالمية بتحرك فيها النفط تتحرك عندك على المنصة. إذا هذه أسعار أنت تتداول بناء على الأسعار العالمية الحقيقية، أرباحك حقيقية وخسائرك حقيقية، معناته أنت تتداول بشكل حقيقي. الآن التقابض الحكمي في هذا التداول كيف؟ الآن أنت مثلا فتحت صفقة بألف دولار أمريكي، طوالي بعطيك أنه أنت الآن فتحت صفقة بسعر كذا والآن تربح كذا أو تخسر كذا. طيب ماذا تستفيد الشركات حتى تعطيك الرافع مجانا وحتى تتداول من خلالها وتقدم لك هذه الخدمة؟ تستفيد أجورها. أجورها هي الفرق السعري بين سعر الطلب والعرض فقط لا غير. تماما مثلما أنت تذهب إلى سوق الأسهم السعودي وتختار وسيط إسلامي حلال تتداول من خلاله الأسهم السعودية، تبيع وتشتري. ماذا يأخذ منك؟ يأخذ منك عمولة، أجور له مقابل أنه نفذ لك الصفقات، فتح لك المحفظة. الآن هنا يأخذ منك أيضا أجور مقابل أنه نفذ لك الصفقات وأعطاك المنصة وربطك بالأسعار العالمية وفتح لك المحفظة، السحب، الإيداع، هذه أجور. أما الرفع المالي فلا يأخذ ولا شيء منها. الآن البعض بيقول لك أنه هذا التداول يعني في شروط. طبعا في شروط. الآن خلينا نحكي عن شروط التداول الإسلامي للعملات والذهب والنفط وكل أدوات. أول هذه الشروط في التداول الإسلامي هي أن تتداول من خلال رافع مالية مجانية بدون أي اشتراطات. وثاني الشروط أن تتداول من خلال حساب إسلامي حلال خالي من أي نوع من الرسوم أو الفوائد والربا. وثالث هذه الشروط أن تتداول صفقات فورية عادية وليست صفقات مؤجلة الربح والخسارة. عشان نوضح نوعية الصفقات المحرمة، هي صفقات الخيارات الثنائية، حرام شرعا تماما لأنه ينتفي فيها مبدأ التقابض. الصفقات اللي أنت بتأخذها الآن لما تفتحها لازم فورا يبين عندك قديش مقدار الربح والخسارة. لكن إذا ما بين، يعني ربطك مثلا أنه فتحت الآن مثلا اشتريت الذهب الآن والربح والخسارة بناء على سعر الذهب مثلا بعد دقيقة بالضبط أو بعد 30 ثانية أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد أسبوع، هذا حرام شرعا لأنه أنت الآن انتفى من مبدأ التقابض. أيضا من الشروط أنك تكون عارف مبدأ عمل الرافع المالية، وأنك يكون مصدر رأس مالك حلال شرعا والأهلية بحيث أنه أنت تكون بالغ راشد عاقل. وأيضا عدا ذلك يجب أن تتداول بناء على تحليل وليس لعبة حظ. وبالنسبة للأسهم هناك فقط الأسهم المحللة شرعا تتداول فيها، لأنه في كثير أسهم محرمة مثل البنوك الربوية وشركات التأمين وكل ما يتعلق بالتبغ والدخان والمخدرات لا سمح الله والخمور والبرامج القمار والإباحية والمواعدة ولحم الخنزير ومنتجاته والكحول، كل هذا حرام شرعا. بقية الأسهم يعني حلال شرعا. الآن احنا وصلنا لنتيجة انه الرافع المالية ليست قرض وانها هي الأسواق حقيقية وانه ما بتدفع ربا انت لما تتداول وفقا لرافع مالية. لكن حكينا شوي الشروط اللي لازم تتداول بناء عليها حتى يكون هذا التداول حلال شرعا 100%. طبعا دائما نقول الله تعالى هو الأعلم فقط. طبعا أفضل شركات التداول الإسلامي التي توفر شروط التداول الإسلامي كاملة التي ننصح بها شركات موقع سعودي .com، سنضع الرابط لكم. هذه توفر تلتزم بشروط التداول الإسلامي، توفر حسابات إسلامية حلال برفع مالية مجانية وكافة الشروط. من أفضلها شركة XTB الإماراتية المرخص رسميا من سلطة دبي المالية، إضافة للترخيص الرسمي الحكومي البريطاني الإسباني التركي الهولندي مع كافة الضمانات والخدمات. رابط تسجيل الحساب الإسلامي موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، إذا تضغط على الرابط تسجيل حسابك بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال عملية تسجيل وتفعيل الحساب. كذلك نسينا أن نذكر شرط إنه لازم تتداول بنفسك من خلال وسيط موثوق. وسيط موثوق تأكد إنه مرخص مما لا تلقوا إلى بأنفسكم إلى التهلكة، ولازم تتداول نفسك لأنه إذا خليت أشخاص يتداولوا لك معظمهم هذول بيكونوا نصابين بيضحكوا على الناس ويقولوا اللي بيقولوا لك أنا بتداول لك بربح مضمون كل هذا وهم نصب واحتيال وما بتعرف إيش بتداولوا حتى لو كانوا حقيقيين. فلذلك هذه من الشروط. هذا والله تعالى أحبتي أعلم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.